طيب الآن وبالتالي نعم دكتور، أنت توقعت أن هذه الوساطة سوف تستمر، لكن السؤال هنا ليس في استمرار هذه الوساطة، ولكن السؤال هنا هل ستنجح في إيجاد صيغة حل ترضي كلا الطرفين؟ مسألة النجاح هي مربوطة طبعا ربط مباشر بمواقف موقف حرية التغيير وموقف المجلس العسكري. نعم. المجلس العسكري الآن أعلن جاهزيته وأعلن مبادرته بشروط غير مسبقة لمواصلة الطاقة، ولكن نعم. عندما نأتي إلى التفاوض تحدث هناك نزعات خلاف جوهرية ما بين المجلس والتغيير والحرية والمجلس العسكري. نعم. فينبغي في البداية اللي هو تبسيط هذه النزعات، نزعات الخلاف ينبغي تبسيطها. نعم. ومحاولة الوصول لرؤية مشتركة. إن لم يتم تبسيط هذه النزعات فبالتالي عملية الوصول لرؤية مشتركة وإتفاق تبقى شبه مستحيلة بتقديري.